لا 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 لا، انا فاص. وادي يا سيدي هم ال 300 جنيه. خليكي جنبي بقى لحسن مصطفى بيه ده شاطر قوي. لا ده مصطفى بيه راجل جونتي ومش ممكن هيزعلك ابدا. اللي بيشتكي لك مني ده كسب مني دورين كبار. ابو عصيم بيه عشان ينبسط لازم يكسب ثلاثة كوب ورا بعض. بس ده كتير قوي يا فايق. الخسارة مع عبد العظيم بيه كلها مكسب. كاري دام اكشن. بس دول ثلاثة دام يا عبد العظيم بيه. وادي الرابعة. في صحة العملية الجديدة. مصيبة مصيبة كبيرة يا عبد العظيم بيه. ايه حصل ايه يا فايق؟ مخزن الشركة بتتحرق يا فندم. ايه؟ ايوه لسه مبلغني بالتليفون اهو دلوقتي. عملوها كلاب. يلا بينا يا فايق. اتفضل يا فندم. الهام خليك انت معاهم. ها بحكم وظيفتك كرئيس مخازن للشركه تفتكر ايه سبب وقوع الحريق؟ الشركه يا فندم اليومين دول مليانه بشويه مخربين وما استبعدتش ابدا ان يكون حد منهم هو اللي ولع النار في المخازن. تقصد مين بشويه المخربين دول؟ شويه موظفين وعمال كل همهم انهم يشغبوا مع اداره الشركه. تعرف اساميهم؟ في الحقيقه يا فندم الروس الكبيره بس. وايه عملك المتخصص في الشركه بالظبط؟ مهندس صيانة المكن. ايه اللي تعرفه عن الحادث؟ انا ما عرفتش اللي حصل ده غير تاني يوم بس. ممكن تقول لي كنت فين امبارح الساعة 8:30 مساء؟ كنا معزومين على العشاء انا ومراتي عند صديق ليا. اسمه ايه صديقك؟ المهندس رأفت حسين وهو زميل ليا في الشركة. هل هناك خلافات بينك وبين إدارة الشركة؟ يعني خلافات تتعلق بصالح العمل في الشركة. ممكن توضح لي أكتر شكل الخلافات دي؟ إيه الأخبار يا فايق؟ النيابة يا فندم حافظت القضية لعدم ثبوت الأدلة الجنائية وأيدتها ضد مجهول. الخبر ده يا فايق استحق عليه الحلاوة يا عبد الحق. الحلاوة لنا كلنا يا أبو عظيم بيه. على فكرة يا فندم السيد رئيس المؤسسة اتصل بسعادتك النهاردة مرتين وقال حضرتك تبقى تفوت عليه في المكتب. يا طلبني مرتين؟ المهزلة اللي في شركتك دي يا عبد العظيم؟ مش مهزلة ولا حاجة يا فندم، هو ما فيش غير شوية عناصر هدامة هي اللي بتثير العمال ضدنا علشان عايزين يمشوا الشركة على مزاجهم. أكيد هم اللي حرقوا المخازن رغم إن التحقيق براهم، بس أنا أوعد سيادتك إن قريب قوي هطهر الشركة منهم ومن أمثالهم. خليك سياسي يا عبد العظيم وحاول تمتص أي معارضة. أمتص إزاي يا فندم؟ هم مش مديني أي فرصة علشان أتفاهم معاهم. سيبهم يعبروا عن رأيهم، مش مهم إنك تنفذ اللي يقولوه، المهم إنك تسيبهم يقولوه. بس يا فندم الواد اللي متزعمهم ده بيتكلم كلام خطير جدا. وكمان لهم زعيم، ابعت الملف بتاعه. وعلى اي حال حاول انك تستميل الناس دول بدل ما يسببوا لك مشاكل ويوجعوا دماغنا. الكلام ما يخوفش يا عبد العظيم، الكبت هو اللي يخوف. حتى النيابه مش مقتنعه بالكلام اللي قلناه ومعاها حق. مفيش وقائع، مفيش تحت ايدينا اي مستندات. انتوا هتفضلوا قاعدين كده؟ ما تنسوا الموضوع ده بقى. ننساه ازاي يا سامية؟ احنا لازم ندور على طريقه تمنع الناس دي انها تلعب بينا. هي دي الشركه اللي كنت عايز تشغلني فيها يا خالد؟ هو انا ناقصه وجع دماغ؟ عن اذنكم. دي واحده يا سامية، عايز اخد رايك في فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي حالا. خير؟ ايه رايك لو خالد رشح نفسه في انتخابات مجلس الاداره اللي جايه؟ ويبقى المهندس خالد امين عضو مجلس اداره؟ طبعا. قدها ودود. حلها احسن منه فين؟ منور يا عم. الله ينور عليك، انا سعيد جدا بلقائك. اعمل لكش معانا يا عبد الحق. انا؟ حظ الله ما بيني وما بين الحرام. اصل هو ما بيحبش يشربه، بيحب ياكله بس. ده ايه ده يا فندم؟ الحلال. اموت فيه، الهفه. نخش في الموضوع. الموضوع
ان الشركه اليومين اللي جايين دول محتاجين شويه مواد خام وقطع غيار من بره. في الحاله اللي زي دي بنطلب من مكتب مكاتب الاستيراد انه يستورد لها كل اللي هي عايزاه. ده غير المكن اللي هيسافروا يشتروه من بره؟ طبعا. بقول لك قطع غيار ومواد خام. بسيطه. انا عندي واحد قريبنا عنده مكتب استيراد وتصدير، ممكن اجيب لك منه عموله مش بطاله. عموله ايه يا ست الكل؟ هيديني عموله ايه؟ 7-8000 جنيه؟ دول ملايين. ما تقول يا اخويا انت عايز ايه بالظبط؟ انا عاوز مكتب استيراد هو اللي ياخد العموله مش احنا. انت بتخرب بتقول ايه؟ ما تاخد لك كاس يمكن تعرف تتكلم. ما قلت لك حظ الله ما بيني وما بين الحرام. انتوا اصلكم مش فاهمين انا عايز ايه. بالراحه علينا، احنا عارفين ان مخك يوزن بلد. احنا هناخد عمليه استيراد المواد الخام وقطع الغيار لحسابنا بدل مكتب الاستيراد، ما هي الهفة. ايوه بس احنا ما عندناش مكتب استيراد. ما هو البركه فيكي بقى، تشوفي ان حد من قرايبك يكون عنده مكتب استيراد ويستورد لنا الطلبيه لحسابنا واحنا اللي هنفتح الاعتماد. يعني باختصار احنا اللي هنمول العمليه. المكتب ده مجرد وجهه، هنستغل اسمه وبس. بس هياخد عمولته. واول ما توصل البضاعه هنوردها للشركه بالثمن اللي احنا عايزينه. بس باسم المكتب طبعا. يعني احنا اللي هنشتري من بره بالسعر اللي عاوزينه، واحنا اللي هنبيع للشركه. واحنا اللي هنشتري للشركه برضه بالسعر اللي احنا عايزينه. اسم الله عليك يا نبيها، قصدي يا الهام. وكل ده واسمنا مش في العملية. طب ما لجنة المواصفات ممكن تشرك لنا العملية كلها. مواصفات؟ جرالك ايه يا فايق؟ انت ناسي ان انا عضو في لجنة المواصفات ولا ايه؟ بصراحة انت تجنن يا عبد الحق. اعمل له كاس يا فايق. وبعدين معاكوا بقى، ما قلتلكوا حظ الله ما بيني وما بين الحرام. خدي دول يا ماما، حطيهم جنب اخواتهم. منين جبتش الفلوس دي كلها يا بنتي؟ دي فلوسنا اللي خدوها مننا ظلم. بس انا هعرف ارجع كل مليم خدته مننا الحراسه. اللي راح راح والعوض على الله يا بنتي. انت بتتكلمي ازاي؟ انا لا يمكن انسى اللي حصل للمرحوم بابا. دول شلوه موتوه بعد ما سرقوا شقة عمره. ذنبه انه كافح وكون ثروة، ورحمة بابا لانتقم من كل اللي حصل. احنا اصحاب حق يا ماما. دي تالت مرة المكنة دي تعطل فيها. وما المكن جديد ازاي بس؟ ده المكنة اللي كهنوه في مصنع المسطحات حالته كانت احسن من دي. انا قلت لهم الاول بلاش نستورد النوع ده، محدش سمع كلام. لو حضرتك عضو في مجلس الإدارة ما كانوش فرضوا علينا المكن ده أبدا. أنت لسه مصمم على الحكاية دي؟ وأنت لو عرفت اللي حصل النهاردة كنت هتقول إن فعلا ليه حق في كل قلته. وإيه اللي حصل باشمهندس؟ صدر النهاردة قرار بترقية الأستاذ عبد الحق لوظيفة مدير عام الشؤون المالية والإدارية. دول بيكافئوه عشان حرق المخازن. على كده لو كان حرق الشركة كلها كانوا عينوك الوزارة. صدقت بقى إن وجودك في مجلس الإدارة مهم قد إيه؟ ايه الحكايه يا عبد الحق؟ انت مش ناوي تعلن عن بيع المكن اللي اتكهن؟ احنا بدل ما شغالين في كراسه الشروط وان شاء الله في خلال اسبوع حرقنا في الجرايد. هو سعادتك ناوي ترسل العطل المره دي على مين؟ وانا الحقيقه كنت كلمت مصطفى بيه. انت عندك حد تاني احسن؟ لا لا بدل مصطفى بيه راجل مظبوط في معاملاته، والحقيقه معروف عنه انه ما بيحبش ياكل حق حد ابدا يا فندم. وبعدين يا فندم في سي خالد امين ده. خالد امين؟ مين خالد امين ده؟ اوام يا فندم نسيته؟ المهندس بتاع صيانه المكن، الواد المشاغب ده. الواد ابو لسان طويل ده؟ ده مش لسانه طويل بس يا فندم، حضرته قال ايه تجرأ وعايز يرشح نفسه لمجلس الاداره. هو سعادتك يا فندم مش كنت وعدتنا انك هتطهر الشركه بالاشكال دي؟ لا، انا عندي ترتيب تاني. يا إلهام كل شيء تمام؟ بس ما وصلتش. ايه يا باشمهندس؟ انت ما بتقعدش في مكتبك ليه؟ ده انا دايخه عليك من الصبح. خير؟
عبد العظيم بيه طالبك في مكتبه. ما كانش حاجه، تعبي نفسك وتيجي، ده كتير قوي يا مدام. امال فين جعفر الساعي؟ الناس مقامات يا باشمهندس. اهلا 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 بالشباب اللي كله حماس. شكرا يا فندم. اتفضل. ما تصورش انا معجب بيك قد ايه، كفاءه واخلاق والتقارير بتاعتك كلها مفرحه. اتفضل استريح. انا عارف انك مرشح نفسك لمجلس الاداره. الحقيقه يا فندم دي رغبه زملائي العمال. عظيم، هما كمان عرفوا يختاروا. ما تتصورش الخبر ده اسعدني قد ايه. انا طول عمري مؤمن بالشباب وخصوصا الشباب الثوري اللي زيك. انا كنت عارف ان ده شعور سيادتك. انا متابع لنشاطك يا خالد، ومعجب جدا بقدرتك على الارتباط بالعمال والتعرف على مشاكلهم وحماسك لزياده الانتاج ورفع مستواه. يا فندم ده شرف كبير انا ما استحقهوش. لا لا ما تقولش كده ابدا، بالعكس خالد، انا مش عاوزك تعتبر اللي بيكلمك دلوقتي رئيس مجلس الاداره، لا انا عاوزك تعتبرني اخ كبير ليك ولاسره العاملين في الشركه. يا فندم ده شرف كبير لينا كلنا. بصراحه يا خالد انا مشفق عليك. انا مش عاوزك تشتت مجهوداتك العظيمه دي كلها في اي نشاط تاني. مش فاهم. انت عارف طبعا ان الاداره دي كلها متاهات ووجع دماغ وتضيع وقت للانسان اللي بيحب شغله، واديك شايفني اهو قدامك. يعني انا ايه اللي نبني من الاداره غير القرف ووجع الدماغ ومرض القلب والسكر اللي زاد عندي افهم من كده ان سيادتك بتطلب مني اسحب ترشيحي؟ وتاكد يا خالد ان كل الحاجات اللي انت عاوز ترشح نفسك علشانها هتكون موضع اهتمام ودراسه. ده غير طبعا الشركه هتخصص لك عربيه علشان توديك وتجيبك وهتصرف لك المكافآت والحوافز وده كمان بالاضافه الى سفرياتك للخارج. انا كنت ناوي اضمك للوفد اللي هيسافر بلجيكا الشهر اللي جاي علشان تعاين المكنه الجديد. انا بشكر سيادتك على الاهتمام ده، لكن بالنسبه لانسحابي من الانتخابات ده موضوع خرج من ايدي. مش فاهم يعني ايه خرج من ايدك؟ قصدي ان زمايلي هم اللي يقدروا دلوقتي يقرروا موضوع زي ده. طيب يا باشمهندس هنبقى نكمل مناقشتنا بعدين. عن اذنك. الواد فاكر نفسه ايه؟ ده حتى الصرصار رفع عصا برجلي. يا فندم نام واطمن، الشكل الديمقراطي هيبقى 100% واحنا هننجح 99%. ازاي بس يا فايق؟ بالكوره. كوره؟ تذكرت ولا ايه؟ ده انت لسه ما شفتش. تذكرت ايه يا فندم؟ لا يا فندم انا فايق وفايق قوي، بس سيادتك اسمعني كويس، احنا هنعمل فريق كوره ونشتري الارض الفاضيه اللي جنب الشركه عشان نبني عليها نادي. وبعدين؟ خلاص يا فندم. وايه اللي خلاص؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. ما هو فريق الكوره بيبقى مكون من 30 واحد من عمال الشركه. انا اعرف ان اللي بيلعبوا 11. مش في احتياطي، في مدربين، في اداريين، كل الاصوات دي هتبقى معانا. ده زائد اصوات مشجعين الفريق. فكره تجنن يا عبد العظيم بيه. لكن تكلفنا كتير قوي. انا شايفه ان المكسب اكتر، خصوصا حته الارض. يا فندم المهم الاول نكون الفريق، وان لقينا الفلوس هتعجز معانا نحله بعد الانتخابات ونقول الميزانيه لم تسمح. في صحتنا بقى وصحه الكوره. خالد امير، خالد امير، خالد امير، خالد امير، خالد امير حبيب العمال، خالد امير حبيب العمال. مش لما نعرف الاول هو هيعمل ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت نفيسه، شوف مين اللي بعته. بعت لي يعني ايه؟ انا قلتلك انت هو. ايوه بعتلي يا جماعه كويس. مين؟ لا لا مش قلتلك انت هو. يا جماعه هدوا نفسكم، يا جماعه اسمعوني شويه، زميلكم معاه حق، زميلكم له حق، لازم يعرف احنا ليه دخلنا المعركه دي وايه هي اهدافنا. يا اخ سيد، يا اخ سيد،
انا ما عنديش اهداف محدده، انتوا اللي هتحددوا كل شيء. انا ما رشحتش نفسي الا بارادتكم انتوا وعلشانكم انتوا. نحن امامكم يا خالد. اسمعوني يا جماعه، اسمعوني، انا بقترح تكوين لجنه من العمال لدراسه البرامج والاهداف. يا باشمهندس احنا بنحملك مسؤوليه التجمع وتحريض العمال على اي شغل يبقى اتمنع عنه. اسمع ما اقول لك، دي مؤامره مكشوفه، روح قول اللي بعتينك انها مؤامره مكشوفه. احنا في ساعه راحه، لو سمحت اتفضل، احنا في ساعة راحة وعمرنا ما كنا ضد العمل ولا هنبقى ضد مصلحة العمل. عندي أوامر صريحة بأن أنا عايز تجمع. يا جماعة يلا تهوى كل واحد راح الشغل. يا جماعة مش عايزين ندي لهم فرصة. اتفضلوا 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 يا اخوانا اتفضلوا. ايه مالك؟ أنت قلقان علشان انتخابات؟ بصراحة أيوه، عمري ما كنت خايف زي الليلة دي. خايف؟ خايف من إيه؟ هو انت داخل الانتخابات دهيت علشان مصلحتك ولا علشان مصلحة الناس؟ هما لو عايزينك هينتخبوك. اصلك ما تعرفيش رئيس مجلس الادارة عامل ايه عشان مرشحينه هما اللي يكسبوا. ده عنده 30 صوت ضامنهم في جيبه. مفيش حاجة مضمونة في الانتخابات، البني ادم ساعات في ثانية بيغير رأيه وهو بيدي صوته، واكيد زمايلك مش ممكن هينسوا وقوفك جنبه. كلامك دايما بيريحني وبيصحي فيا الامل. سيبك انت، انت ابن حلال وتستاهل كل خير. لولا وقوفك جنبي جايز ما كنت شابقه بالحماس ده. عبد الحميد ايه؟ افندم. يبقى اصرف نص شهر مكافاه العمال العنبر ده. حاضر. عاش عبد العظيم بيه نصير العمال. 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 لن ننتخب الا من يختار عبد العظيم بيه. لن ننتخب الا من يختار عبد العظيم بيه. عاش عبد العظيم بيه رئيس العمال. شايف ملاعيب شيحه؟ اشمعنى يعني ما افتكروش غد العمال الا اليومين دول؟ يا ترى الوجبه دي هتستمر ولا داخله في بند الانتخابات؟ ايه يا درويش؟ ايه يا درويش؟ ايه يا درويش؟ في ايه اللي انت بتعمله ده؟ شايف يا باشمهندس؟ الكابتن شامطه واقف على الباب يبخ في ودان كل واحد داخل ينتخب. ولا يهمك، مش هيقدر يبخ في دماغ اي واحد عارف مصلحته كويس، انما الباقيين اللي مش عارفين مصلحتهم ما يهموناش. اسلم لسانك يا باشمهندس. ايوه يا ابراهيم، من فضلك اطلب لي شركه المهندس خالد. ايوه بس يا ريت بسرعه. ما تقلقيش قوي كده على الباشمهندس، تراني انه ينجح. وايه اللي خلاكي متاكده يا حبيبتي؟ اللي يشوف قلقك عليه كده قوي وحبك ليه على طول. انت باين عليكي فايقه قوي. الو. ايوه يا ابو المجد، انا ساميه، من فضلك وصلني بمكتب الباشمهندس خالد. تقول ايه؟ النتيجه ظهرت؟ انا رجالتي تسقط وقدام مين؟ قدام شويه مخربين؟ ازاي ده يحصل؟ ازاي؟ معقولة بعد كل المصاريف اللي احنا صرفناها وبعد كل المجهود اللي احنا عملناه؟ يا جماعة المجلس لسه بتاعنا، دول تلات أعضاء قصاد ستة، يعني أي حاجة سيادتك هتطلبها الأغلبية هتوافق عليها، ومحدش من المعارضة هيقدر يفتح بقه. دي الديمقراطية يا فندم، مفيش أحلى وأظرف منها. ويكون في علمك ان انا اول واحده مدياك صوتي، يعني ليا نصيب في نجاحك. ربنا ما يحرمنيش من صوتك. اتفضل. اهلا 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 بالبطل. اهلا، انا لسه كنت بقول لكم ايه يا اولاد، انا فرحان قد ايه. اسمح لي يا فندم، الحقيقه نجاح الباشمهندس خالد نجاح لينا كلنا. متشكر يا استاذ سعيد، متشكر جدا. الشربات يا الهام. حاضر. اوام اتفضلوا اتفضلوا.
الحقيقة أنا كنت عاوز أشرب معاكم بس بقى أعمل إيه؟ أوامر الدكاترة. الأمل بالنيات يا عبد العظيم بيه. الحقيقة عبد العظيم بيه قلبه في منتهى الطيبة. المهم راحة الضمير يا فايق. مفيش كلام. ودلوقتي بقى لو سمحتوا تسيبونا لوحدنا. عايز أتكلم شوية مع المعارضة. إلهام ما تدخليش حد علينا. قبل ما نبتدي كلامنا أحب أوضح لك نقطة أرجو إنك ما تكونش فهمتها غلط. نقطة إيه يا فندم؟ أنا يوم ما طلبت منك إنك تصرف نظر على الانتخابات كان بدافع الحب مني ليك مش لأي غرض تاني. تأكد سيادتك إن أنا نسيت الموضوع ده. عظيم. أنت طبعا داخل المجلس وفي دماغك أهداف واقتراحات عاوز تعرضها على الأعضاء. أنا بقى بفضل قبل ما تطرح الأفكار دي على المجلس نناقشها الأول مع بعضينا واللي نتفق عليه نعرضه عليهم وناخد الأصوات والموافقة. متهيألي يا فندم إن من الأفضل إني أطرح كل اللي في دماغي على المجلس ونناقشه كلنا مع بعض وناخد عليه الأصوات. واضح بقى يا باشمهندس خالد إنك هتكون المعارضة. بس أنا بقى الأغلبية. أنا ضد الأسلوب ده يا فندم. المعارضة في رأيي مش مجرد إثبات وجود أو حصول على السلطة. المعارضة واجبها إنها تكون حريصة على المصلحة العامة. وتأكد يا فندم إني مستعد أحط إيدي في إيد سيادتك إذا كان ده في مصلحة الشركة. طبعا طبعا. مال يا ترى عضو مجلس الإدارة بيفكر في إيه؟ أنا كنت بفكر في النقاط اللي هعرضها بكرة على المجلس. لكن أنا عندي بقى نقط أهم عاوز أناقشها معاك. وأنا مستعد للمناقشة. قبل ما نبتدي كلامنا أحب أرحب بزملائنا الجداد في المجلس. طبعا هما مش محتاجين لتعريف ولا تقديم لأنهم من أبناء الشركة المخلصين. أنا بشكر سيادتك طبعا على ترحيبك بينا وبتمنى ان يكون في تعاون ان شاء الله بين كل السادة اعضاء المجلس من اجل المصلحة العامة. وانا دايما حريص على المصلحة العامة. ودلوقتي نبتدي جدول الاعمال. اول نقطة عندنا هي تكوين فريق لكرة القدم. هو الحقيقة احنا كوننا الفريق خلاص بس لسه الاجراءات التنفيذية. والنقطة الثانية هي شراء أرض لإنشاء نادي للشركة. أنا كنت تقدمت بثلاث اقتراحات وطلبت إدراجهم في جدول الأعمال. مشروع محو الأمية وإنشاء حضانة لأبناء العاملين ومشروع عيادة طبية. خلاص نبقى نناقشها في جلسة تانية. أنا من رأيي إننا نناقش الموضوعات حسب أهميتها مش حسب ترتيبها في جدول الأعمال. يا أستاذ سالم أنت مدير شؤون القانونية يعني عارف القانون والأصول، ثم إن المقترحات دي ما نقدرش ندرسها كلها في جلسة واحدة. خلونا احنا دلوقتي في فريق كرة القدم. حد عنده وجهة نظر؟ أنا مش موافق لأن اللي هيستفيدوا من المشروعين دول عدد بسيط من العمال والموظفين. في حد تاني عاوز يقول حاجة؟ أنا مع الباشمهندس خالد. يعني إيه أنت مع الباشمهندس خالد يا أستاذ مدكور؟ يعني اللي يقول عليه ماشي. أنا شايف إن النقطتين دول محتاجين لمناقشة تفصيلية خصوصا في حدود الاعتمادات المالية. يا عبد العظيم بيه المناقشة بتضيع الوقت، كفاية ان احنا ناخد الاصوات عليهم. معاك حق يا عبد الحميد، لكن الواجب برضو ان المجلس ياخد الاصوات على فتح باب المناقشة او قفله. مين مش موافق على اننا نناقش النقطتين دول بالتفصيل زي ما قال الاستاذ سالم؟ عظيم. دلوقتي بقى ناخد الأصوات على تكوين فريق الكورة وإنشاء النادي. مين موافق عليهم؟ أغلبية. الأسلوب ده مش ممكن هيجيب نتيجة طول ما الأغلبية في إيديهم. مجلس الموافقين دوت لازم يتغير وأولهم عبد العظيم. ما تفتكرش إننا نقدر نخلص منه بالسهولة دي. ده متعيب بقرار من رئيس الحكومة، يعني لازم له قرار تاني عشان يشيله. أيوه معي. الحكومة كمان لا يمكن توافق على واحد زي عبد العظيم خصوصا لو قدرنا نكشفه. تفتكر الحكومة فضيالنا؟ ما انت عارف البلد مشاكلها كتيرة رافض. ايوه بس احنا كمان مشكلتنا مش بسيطة. لازم نكشف عبد العظيم قدام المسؤولين، لازم. أنا قبل كده قلت لك إن أهم شيء هو المستندات. ما احنا عارفين كل حاجة، لكن ما فيش تحت إيدينا أي دليل.
ايه رايك يا سعاد؟ مش بطاله. انت قلت تمنها كام؟ 120,000 جنيه. هندفع 60,000 والباقي بالتقسيط. مش احسن من الجحر اللي احنا عايشين فيه زي المساجين؟ على رايك 5 اوض هيعملوا لنا ايه؟ يلا يا سعاد تعالي ننزل. اوض النوم كلها فوق، وهنا بقى الريسبشن حاجه تلبس. تعالي نشوف الفراندا اللي هناك دي. عندي ليك خبر يستاهل كوبايه شاي. لو كان خبر كويس يبقى ليك عندي ازازه كازوزه. طب ولو كان كويس قوي؟ لا، يبقى ليك عندي غدوه كويسه على حسابك. ايه رايك بقى ان عبد العظيم بيه اشترى شقه ودفع فيها 120,000 جنيه؟ وعرفت منين؟ هو ايه اللي عرفت منين؟ ما هو المحامي اللي كتب العقد يبقى متجوز بنت عمتي. قول لي كده بقى، انا دلوقتي فهمت. انا كمان اقول مش معقول. لا، هو ايه اللي مش معقول؟ فاكر المكن اللي كهنوه عشان يبيعوه؟ انت قلت لي العطا رسي على مصطفى الرزاز. انا من يوميها وانا شاكك ان العطا ده حصل فيه لعب. معظم العطاءات اللي في القطاع العام فيها لعب طبعا، ما دام من حق اي مسؤول ان هو يرفض العطا اللي متقدم له وبدون ابداء اسباب. انا واثق ان الفيلا اللي اشتراها عبد العظيم لها علاقه بمناصه المكن اللي اتكهن. نفسي ربنا يوفقنا ونكشف اللعبه. شوفي الكمود ده يا الهام، ده زي اللي كان عندنا بالظبط. اجيبهولك؟ بس ده غالي قوي يا حبيبتي. مفيش حاجه تغلى عليك يا ست الكل. لازم بيتك يرجع زي الاول واحسن. مش كنت تقولنا على حكايه الفيلا عشان نبارك لك؟ فيلا؟ فيلا ايه يا فندم؟ هو انا الحقيقه كنت بتفرج على شقه على نظام فيلا، لكن طلعت غاليه عليا. 120,000 جنيه، دفعت منها 60,000 والباقي تقسيط على 3 سنين. مين اللي قال لسيادتك الكلام ده؟ الكلام ده بتحقق فيه النيابه. النيابه؟ النيابه قدرت تحصل على مساندات تدينك بشكل دامغ، وطبعا دي بعد البلاغات الكتيره اللي وصلتها ضدك. يا عبد العظيم، انا افضل انك تستريح في البيت لحد ما تظهر نتيجة التحقيق. بقول ايه يا فندم؟ في ضابط بره بيسأل على حضرتك. Thank you.
رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأخشاب والأثاث. أثر أزمة قلبية حادة، فاجأت عبد العظيم الدمنهوري رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأخشاب والأثاث أزمة قلبية حادة، وذلك نتيجة الإجهاد المتواصل في العمل، ونقل على أثارها إلى المستشفى، ولكن فشلت كل المحاولات لإنقاذه، وصعدت روحه إلى بارئها بعد 20 عاما قضاها في العمل المتواصل. خسارة يموت، ده كان دمه خفيف وقعدته مسليه. أنا زعلت عليه قوي. يا أختي ما تزعليش على غالي، أهو ارتاح. الدور والباقي علينا إحنا اللي عايشين. وجاب لكم مين بدال؟ لا ده مسك عبد الحميد بالشركة مؤقتة. هشوفك الليلة؟ ما افتكرش يا بريهان، أنا من ساعة اللي حصل وأنا متلخبطة خالص. ما أنا عاوزاكي تفرفش. أوكي، ابقي كلميني. باي باي. باي باي. فايق، أنا خايفة يجيبوا سيرتنا في التحقيق. وإحنا من؟ إحنا لا نعرف حاجة ولا خدنا حاجة، فاهم؟ إزاي إزاي؟ وافرض إن النيابة واجهتنا بعبد الحق. وماله؟ ما يواجهونا. ده موظف مرتشي، معاملاته كلها كانت مع المرحوم، يعني احنا مالناش دعوة، احنا موظفين غلابة. ايه خسارتك يا عبد العظيم بيه، مش عارفة هنعمل ايه من غيره. بكرة يعرفوا مقامه لما يجربوا سي عبد حميد بيه، ويعرفوا ان راجل دهول لا بيصد ولا بيرد. اسمحوا لي قبل ما نبتدي الجلسة نقف دقيقة احداد على روح المرحوم عبد العظيم بيه، تغمده الله برحمته. من فضلك اقرا لنا جدول الاعمال. بناء على طلب كل من المهندس خالد امين والاستاذ سالم عبد الحميد والاسطى مدكور وافق السيد عبد الحميد ابراهيم رئيس مجلس الاداره بالنيابه على عقد هذا الاجتماع، وذلك لمناقشه سير العمل في الشركه. في الحقيقه انا ما كنتش موافق على الاجتماع ده، لاني مش شايف حاجه جديده نناقشها. يا فندم احنا لاحظنا ان العمل في الفتره اللي فاتت يكاد يكون متوقف، عشان كده طلبنا ان مجلس الاداره ينعقد ونشوف ازاي مع بعض هنمشي عجله الانتاج ونطوره، خصوصا بعد الظروف السيئه اللي مرت بيها الشركه في عهد رئيسها السابق. انا اعترض يا فندم على اللي بيقوله مهندس خالد في حق المرحوم عبد العظيم بيه. احنا كلنا عارفين افضل عبد العظيم بيه على الشركه. بصراحه احنا خسارتنا كبيره بوفاه عبد العظيم بيه، واللي يقول غير كده يبقى انسان حقود ومغرض ونافل للجميل. انا مش من طبعي اهاجم انسان مات، لان الموت حسب تقاليدنا له حرمته، لكن للاسف الشخص اللي انتوا عمالين تتنافسوا على ذكر افضاله كان راجل مرتشي. مين قال كده؟ كل دي افتراءات واشاعات كاذبه. لولا القدر لعب لعبته كان عبد العظيم بيه قدر يثبت لكم انه راجل بريء ونضيف. انا بقترح اننا نفكر في طريقه نخلد بيها ونكرم ذكرى انسان عزيز علينا فضل لاخر لحظه من حياته يشتغل ويتفانى باخلاص في هذه الشركه. انا بقترح تكوين لجنه لدراسه اقتراح الزميل وتنفيذه. احنا طلبنا الاجتماع ده علشان نشوف مشاكل الشركه ونحلها، مش عشان نحول الاجتماع الى حفل تابين. مشكله الانتاج النهارده في الشركه اهم واخطر بكتير من الكلام عن الماضي. ما خلاص، اللي راح راح وحسابه عند ربنا. الوفاء اهم من كل شيء. خلاص ناخد الاصوات. يا فندم دي مهزله ولا يمكن انها تستمر. يا هانا يا عبد الحميد بيه، لا يمكن نسمح بالاسلوب ده في المجلس. لازم تكون في عقوبه لاي شخص يخرج عن حدوده. يبقى ناخد الاصوات. انا يا فندم معتذر عن الاجتماع ده. وانا كمان معتذر. اللي بيحصل ده فوضى. كفايه بقى يا استاذ غنيم. انا شايف يا جماعه ان احسن نلغي الاجتماع. تحبوا ناخد الاصوات على الالغاء؟ طب ما تنقل نفسك شركه تاني. عايزاني اهرب يا ساميه؟ انا بعتبر الشركه دي كل شيء في حياتي. ساعات بحس ان المكان اللي بشتغل عليه ده كانه ملكي انا. كل املي دلوقتي ان ما يصدرش قرار بتعيين عبد الحميد رئيس لمجلس اداره الشركه. طب وانت ايش ضمانك اللي هيجي بداله هيكون انسان كويس؟ ايه ده؟ مش هتروح تفتح وانت مبلول كده؟ استنى. مين ده؟ مش عارفة، واحد كده شكله عامل زي ضابط المباحث. ما قالش اسمه ايه؟ لا، ولا قال ان هو جاي ليه؟ طيب لا ما تخرج له مش بكده. ما انا هحط اي حاجة عليا. طيب اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا باشمهندس.
ومغزى على الزيارة من غير معدي. لكن نعمل ايه؟ يا ريت اتشرف. محمود فهيم من الرقابة الإدارية. اتفضل. يا ريت يا باشمهندس نقدر نساوي كده في أحوال الشركة. أنا تحت أمرك. إحنا المعلومات اللي وصلت لنا بتقول إن الأمور في الشركة اليومين دول ملخبطة وفي شيء بيتوقف في الإنتاج. أنا كنت قدمت مذكرة لرئيس الشركة المؤقت عرضت فيها بعض الحلول لتطوير العمل بالشركة، لكن يظهر إن عبد الحميد بيه ما اهتمش بيها، أو جايز كان مستني يصدر قرار بتعيينه رئيس للشركة. عندك صورة من المذكرة؟ أنا دايما بحتفظ بصورة لأي ورقة تتعلق بشغل الشركة، ممكن أجيبها لحضرتك دلوقتي. خالد؟ مين ده؟ واحد من الرقابة الإدارية. طب وعايز إيه؟ يظهر اللي بيحصل في الشركة ريحته فاحت ووصلت للمسؤولين، بعتين الناس يجمعوا معلومات. طيب خد الشاي معاك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا قريت المذكره اللي انت كتبتها. مذكره ايه يا فندم؟ المذكره اللي انت وضعت فيها خطه لتطوير الانتاج في الشركه، وما اخبيش عليك انا رفعتها للسيد الوزير وسيادته اشرف عليها بتنفيذها. بصراحه يا فندم انا ما كنتش فاكر انها هتلاقي الاهتمام ده كله، بس المهم ان عبد الحميد بيه كمان يهتم بيها. عبد الحميد للاسف ما يصلحش للمهمه دي، الدوله محتاجه للكفاءات خصوصا الكفاءات الشابه، وعشان كده احنا اخترناك لمنصب رئيس الشركه. يا فندم ده شرف كبير انا ما استحقوش. انا يا فندم كان كل املي اني اخدم الشركه وانا في موقعي مع اي مسؤول يدير الشركه بالكفاءه المطلوبه. انا من يوم ما طلعت على ملف خدمتك وانا متابع كل نشاطك، والمذكره اللي انت كتبتها اثبتت انك اصلح واحد لتولي هذه المهمه. انا مش عازمك على الغداء لوجه الله. الله، مش استنى لما الراجل ياكل الاول. خالد طول عمره واضح ما يعرفش الا دوران. انا عايز اخد رايك في شويه حاجات. اول حاجه انا قررت انقل الهام لقسم العلاقات العامه وفايق لقسم الدعايه والاعلان. اهو ده بقى قرار عظيم. تاني حاجه انا عايزك تبقى مدير مكتبي. بصراحه يا خالد انا بكره العمل الاداري، افضل ان انا ابقى في مكاني في قسم التصميم. بس انا محتاج لك يا رافض خصوصا في الفتره دي، وما تنساش كمان ان المنصب ده هيكون ترقيه ليك. انا لولا ان اعرفك كويس كنت زعلت منك. وتزعل ليه؟ انت فعلا تستحق الترقيه يا رافض. انت ناسي انهم كانوا متجاهليننا في الترقيات؟ لازم تاخد حقك. تالت حاجه، ايه رايك ان درويش يكون سكرتير الخصوصي مكان الهام؟ انا مش معاك تعين درويش سكرتير لك. ليه بقى؟ لان الوظيفه دي محتاجه لمؤهلات وخبره في معامله الناس. درويش ورافض دول زملاء كفاح واهل ثقه، وهم اولى بمنصب السكرتير والمدير. لا بس انا مش من رايك، انت عايز تكافئ درويش كافئه باي شكل تاني، لكن ما تكررش نفس الغلطه، غلطه ان اهل الثقه احسن من اهل الخبره. فكر يا خالد. سيادتك تطلب حاجة؟ قهوة عديحة. حاضر. ايوه خدمة يا باشمهندس. هات لي البوسطة درويش، ولو سمحت دايما تقدم لي البوسطة في نفس الميعاد. تحت امرك. في حاجة تانية كمان مهمة قوي يا درويش، مش عايزك تمنع اي انسان يكون عايز يقابلني. انا مكتبي مفتوح لكل الناس، الصغير قبل الكبير. مفهومة درويش؟
ماشي كلامك يا باشمهندس. العيال بتوع الايام دي معجونين بميه عفاريت يا اختي، اشخط في الواد من دول مفيش فايده، اضرب فيهم يضحكوا، دي حاجه تجنن هيجننوني. وانا ايه؟ ابوهم عايز اخلف تاني. طبعا هو تعبان في ايه؟ ولا ايه رايك يا مدام الهاب؟ يا ست انا لا متجوزه ولا مخلفه ولا عندي اولاد ولا افهم في الكلام اللي عماله تقولي وتعيدي فيه من الصبح. يا حبيبتي مش معقول، امال بيقولوا لك يا مدام الهام ازاي؟ انا مطلقه. ارتحتي؟ سيبيني حالي بقى، دماغي احنا الفجر. ارحميني. ارحمك ازاي؟ امال اكلم مين؟ هقعد اكلم نفسي مثلا؟ هيقولوا عليا مجنونه. ذكرت مباشر. واحنا كنا ناقصين المجنونه دي. حضرات السادة أعضاء مجلس الإدارة، إحنا هنفضل مستحملين الذل والقرف ده لحد إمتى؟ ده حضرته جايب سبرتاي في المكتب بيعمل عليها شاي. مين؟ خالد؟ يا ريت، عم درويش كل شوية ياخد كوباية شاي يدخل على رئيس مجلس الإدارة يقول له دول شوية دول. والله يا عال على آخر الزمن يجوا شوية الأوباش دول ويعملوا رؤساء علينا. هي دي شو؟ قبلتوها أهلا وسهلا، ما قبلتوهاش دوروا على غيرنا. بالذمة دي طريقة معاملة يا باشمهندس؟ ده ياخد الكلام أخذ وعطر. يا فندم يا فندم، بالطريقة دي حضرتك بتضيع وقتي ووقتكم، أنا عندي شغل كتير قوي لازم أخلصه. وإحنا كمان بنتكلم في الشغل. يا أستاذ افهمني، في لوائح وقوانين إحنا شخصيا ماشيين عليها، عهد الفوضى بتاع زمان ده خلاص انتهى. ده كتير قوي يا أستاذ رأفت. تعالى ندخل خالد بيه ونشوف اذا كان الحال ده يعجبه. ما تنساش يا خالد تعرض على مجلس الاداره مشروع محو الاميه والعياده الصحيه. جالي النهارده كام عميل بيشتكوا من معاملتك ليهم. قالوا لك ايه؟ حاول رفض تبقى دبلوماسي شويه في معاملتك للناس اللي لنا الشغل معاهم. الناس دي اتعودت على معامله المرتشين والحراميه. برضه خليك لطيف معاهم. انت هتخسر ايه؟ على فكره دي بلطية جت النهارده من بلجيكا. بتقول ايه؟ تعرف ان انا ما بعرفش فرنساوي. احنا لازم نعين مترجم انجليزي وفرنساوي. معقول يا راجل هنعين موظف عشان يترجم لنا بلطية؟ شوف حد من الموظفين بيعرف فرنساوي. اديها لإلهام تترجمها لك. إلهام؟ معقولة يا خالد؟ هو ايه اللي معقول يا رافض؟ هي مش لسه موظفة عندنا؟ اديها لها تترجمها بدل ما هي قاعدة كده من غير شغل. خالد مكتبه؟ ايه زمايته الخدمة؟ في شغل بيني وبينه. بينك وبينه مرة واحدة كده؟ ايوه غريبة. أنا بقى ما عنديش أي فكرة عن الشغل ده، إذا كنت عايزة تقابليه لازم أعرف الأول أنت عايزة تقابليه ليه؟ يا أسطى درويش. أستاذ، أستاذ درويش. يا أستاذ درويش، في تيلكس كان خالد بيه طلب مني أترجمه عشان جاي من بلجيكا. وترجمتيه بالصلاة على النبي؟ أيوه. طب ياخد سيبيه هنا وأنا هبقى أدخله. ما ينفعش، لازم انا اللي اخش له بنفسي عشان في حاجات في التلكس لازم انا اللي اشرحها. هاي ادخلي. بقول لك ايه؟ نعم. ما تعوقيش جوه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا هان. أنا ترجمت لحضرتك التليكس اللي أنت طلبته مني. أنا مش عارفة إيه اللي عطله، دول بيقولوا هيوصلوا بعد يومين، تصور. و وأن إيه؟ فين؟ وأن تتكفل الشركة. معلش يا فندم، أصل خطي وحش شوية. لا أبداً. طيب، طيب يا إلهام، اتفضلي أنت دلوقتي. تعالى يا رافض. اتفضل يا سيدي اقرا علشان تعمل اللازم.
في وفد بلجيكي جاي بعد يومين وهنعمل له حفل استقبال في فندق السلام. عايزك تستعدي. انا لازم اكون معاك. رئيس الوفد جاي ومعاه مراته. بس انا ما عنديش فستان عليه قيمه. اتصرفي، لازم تكوني معايا. بس فستانك شيك قوي. ما تفتحنيش، ده انا سلفان. بسوار. بسوار. ساميه ماي فام. مستر مسيو مسيو رأفت مسيو درويش. ماي درويش. ماي درويش. جنتنا فله بالصلاه على النبي. اهلا وسهلا. مرحبا. درويش ماي. منور الخواجه لايت قوي بالصلاه على النبي. اكسكيوز مي. Nous sommes très touchés de votre aimable hospitalité. D'ailleurs, c'est une chose bien connue chez les Égyptiens. Yes. Avez-vous reçu les catalogues de nos nouvelles machines? Non, non. Notre offre est très raisonnable et nos termes de paiement seront très reposants. اهلا يا خواجه. جو النهارده فيري جود فيري نايس. يو سي ريفر ناين. ريفر ناين رفاس رود الفرج تو ال وراك وراك. اكسكيوز مي. تعالى هنا بس. ايه يا جدع ده؟ ايه هتفضحنا؟ الناس دي بتتكلم فرنسي يا عم. ده انا فوت في الحديد بالصلاه على النبي. الله يكرمك. ايه بقول لك مش هيفهموك. افهم يا بني ادم. هتفضحنا. الله ده كلام. عجبك اللي بيحصل ده؟ واقفين نهز لهم راسنا ونضحك؟ ما انا قلت لك نجيب مترجم. انت اللي رفضت ان احنا نعين مترجم. انت لو احسنت التصرف كنت جبت الهام. الهام؟ على العموم الناس دي عارفانا كويس قوي، يعني الحفله دي مجرد شكليات وبس. شكليات؟ شكلنا هو اللي لا يوحي باي ثقه. عجبك؟ تعالى تعالى. جيسبير كافان فوتر ديبار فوزوري لوكازيون دو لي ايتيدي. Ça sera vraiment une bonne occasion. Que c'est lu beaucoup de le faire. Ah, j'aime beaucoup. Et le gars, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Comment ça va? Je suis désolée que je n'ai pas dit que je بس قلت يمكن تحتاجوا لي ولا حاجه. ده انت بصراحه جيتي في وقتك. دلوقتي بقى نقدر نتفاهم معاهم. Vous êtes les bienvenus au bord du Nil. J'espère que vous avez le temps de visiter notre musée. Tout en Khamou est actuellement à la maison. J'aimerais visiter Kanya Khalili. Tranquillisez-vous. Je serai votre guide. Je vous ferai goûter les plats égyptiens. الحقيقة الهام دي جات لنا نجدة من السماء. لولا وجودها كان شكلنا بقى يضحك. ده احنا كنا لايصين لوزة. ايه مالك؟ ولا حاجة، أنا داخلة نام. خالد بيه طلبني في مكتبه. اتفضلي يا أختي. لا ده احنا اللي متشكرين على تعبك معانا امبارح. تشربي ايه؟ لا ميرسي ولا حاجه. معقوله يا عم جعفر؟ أيوة. شوف مدام الهام تحب تشرب ايه. المدام ما بتحبش تشرب لا قهوه ولا شاي. معقوله الكلام ده؟
اصل انا باخد مره واحده الشاي قبل ما انزل بالبيت، القهوه بقى ماليش تقول عليها خالص. طيب اتفضل ابدا يا عم جعفر. عارف يا خالد بيه، انا شغلي بقى كل حاجه في حياتي. واضح انك بتحبي شغلك قوي. يمكن ما تصدقنيش لو قلت لك ان حبي لشغلي كان السبب في فشل حياتي الزوجيه. انت اول ست اسمعها تقول الكلام ده. جايز لانه جوزي ما كانش الراجل اللي انا كنت بحلم بيه. انت عرفت امبارح اني مسافر مع وفد من الشركه الى بلجيكا. انا عايزك انت تبقي مسؤوله عن تحضير السفريه دي. ده شرف كبير قوي يا خالد بيه، بس انا عايزه اطلب من حضرتك حاجه. اه طبعا. يا ريت فايق يبقى معايا في التحضير. فايق؟ ايوه يا فندم، فايق عنده خبره كبيره قوي في مسائل السفر، وانا شايفاه قاعد ما بيعملش حاجه، فيا ريت نستفيد منه. على العموم نبقى نشوف الموضوع ده. ميرسي قوي يا فندم. اتفضل يا رأفت. بصراحة بقى يا خالد أنا مش مرتاح أبدا للست دي. أنا مش قادر أفهم بس أنت إزاي طايق إنك أنت تتعامل معاها. بالعكس، أنا مش شايف إنها سيئة زي ما بتتكلم كده. أنت ناسي إنها من شلة عبد العظيم الدمنهوري؟ وبعدين جعفر الساعي دوت، أنا متأكد الواد ده جاسوس بيشتغل لحساب إلهام وفايق. إزاي الكلام ده؟ يا حبيبي أنا شفتهم كذا مرة وهم واقفين وبيتكلموا مع بعض في الطرق، بيتكلموا زي ما يكونوا بيدبروا مؤامرة بالظبط. ما تبقاش حساس قوي كده، مؤامرة إيه بس؟ بصراحة ده ساعي غلبان. في ايه يعني لو انت تغيره او تجيب اي ساعي تاني؟ انا ما اقدرش استغنى عن جعفر، ده ساعي مفيش منه. يا ترى عملت ايه في موضوع محو الامية ومشروع العيادة الصحية؟ يعني لسه بندرسهم، انت ما تقلقش نفسك، كل حاجة بتاخد وقتها. عن اذنك عشان انا مضطر ان انا استاذن دلوقتي. تستاذن تروح فين؟ سامية عاملة حسابك على الغدا. معلش افتكرت كام ميعاد كنت نسيهم. عن اذنك. مش عاجبني تدخل رأفت ده في كل حاجه، ناقص يجي يقعد بدالي ويدير هو الشركه. رأفت انسان كويس، كل اللي يهمه مصلحه الشركه. انا مش عايزك تتصرف في الحكم عليه. انت ما تعرفيش رأفت زي ما انا اعرف، ده انسان متحمس اكتر من اللازم. حماسه ده نابع من اخلاصه. مش كل حاجة الإخلاص في العمل. عندك درويش مثلا إنسان مخلص جدا وأمين، لكن ثبت بالتجربة إنه لا يصلح يكون سكرتير ليا. ده مسبب لي مشاكل مش قادر ألاحق عليها. مش أنا قلت كده من الأول؟ أيوه كان معاكي حق. إيه رأيك لو جيت تشتغلي معايا سكرتيرة؟ لا طبعا مش موافق. ليه مش موافق؟ والناس تقول ايه؟ بعد ما بقى رئيس مجلس إدارة جاب مراته؟ لا أنا مش عايزة حد يمسك بكلمة. ما تبقيش حساسة قوي كده، هو أنا جايبك منين؟ ما أنت موظفة ومعاك شهادة عالية. معلش شوف حد غيري. طيب بقول إيه يا حبيبتي؟ أنا عايزك من هنا ورايح تهتمي بمظهرك شوية. أهتم بمظهري؟ ماله مظهري؟ يعني عايزك تفصلي لي كده كم فستان حلوين على الموضة. ايه رأيك لو رحت للخياطة بتاعت إلهام؟ هي طلبت منك كده؟ ايه بقى الكلام ده؟ امال اشمعنى جاي دلوقتي تطلب مني الطلب ده؟ انت ناسية ان الظروف دلوقتي اتغيرت. انت النهاردة مرات رئيس مجلس إدارة. عمر المظهر ما بيغير من الإنسان. أنا جهزت قرار الوفد اللي مسافر بلجيكا. الوفد هيكون مكون مني كرئيس، ومن رأفت وسالم وإبراهيم مدير المشتريات وإلهام. إلهام؟ أيوه إلهام. أنت ناسي إننا محتاجين حد معانا عشان يترجم لنا؟ ما إحنا بمنتهى السهولة نقدر نستعين بأي مترجم تاني. وليه؟ ما هي إلهام عندنا في الشركة. بصراحة أنا مش موافق إن الست دي ترجع تشتغل معانا تاني. انت بالطريقه دي بتديها اكتر ما كانت بتاخد ايام عبد العظيم الدمنهوري. انا ما اقبلش ان حد يقارني بعبد العظيم الدمنهوري. ثم انا كل اللي يهمني نجاح مهمتنا في الخارج. كرهيه يا جماعه.
ما يتروقوا بينا بالصلاه على النبي كده. ما كلنا عارفين ان الهام وفايق لهم يد في البلاوي اللي حصلت في الشركه. الله، ما دي حاجه واضحه زي الشمس. اولا التحقيق طلعهم براءه، ثانيا الناس على دين ملوكهم، وبصراحه انا شايف ان تصرفاتهم بتختلف عن ايام عبد العظيم ده، بالاضافه ان عندهم خبره كويسه جدا. يظهر ان احنا بقى الاداره دي مش شغلتنا. اتكلم عن نفسك بس. احنا طبعا ما نقدرش وما نرضاش نفرض راينا عليك يا خالد بيه، علشان كده اذا سمحت انا عايز ارجع لشغلي تاني في الشركه، مهندس تصميمات وبس. وانا كمان، انا كمان من غير مؤاخذه هرجع الورش تاني. افهم من كده انك مش موافق تكون مع الوفد اللي مسافر. افتكر هيبقى عندي شغل كتير قوي في قسم التصميمات هيمنعني من السفر. عن اذنك. انت مسافره معايا دلوقتي ولا مش مسافره؟ الهام في الوفد اللي مسافر معاك؟ هي مش موظفه عندي في الشركه ولازم استفيد من كل امكانياتها؟ امال هي بتاخد مرتب عشان ايه؟ يعني مسافره معاك. وايه الغريب في كده؟ لا ولا حاجه، بس انا ما احبش اروح مكان احس ان انا ماليش لازمه فيه. انا مش فاهم انت عايزه تقولي ايه. فاكر ليله حفله استقبال الوفد البلجيكي؟ انا ما كنتش اتصور ان الليله دي هتسيب اثر كبير في نفسك بالشكل ده. الليله دي ما كانتش مهمه في حد ذاتها زي ما انت فاكر، دي نبهتني لحاجه خطيره جدا، خلتني احس ان وجودي جنبك بقى عبء عليك. دي مجرد اوهام في دماغك ملهاش اي اساس من الصحه. اتعشى منها تكون مجرد اوهام. بصراحه مالكيش حق يا مدام سامي، كان لازم تسافري معانا. ما تتصوريش بروكسل، مدينه تجنن قد ايه. انتي زرتيها قبل كده مدام الهام؟ اه طبعا زرتها كتير قوي مع جوزي، دي الحسنه الوحيده اللي كان بيعملها. اتفضل الباسبور وتذاكر يا خالتي. ميرسي قوي يا فايق، احنا تعبناك معانا قوي. امال بقيه الناس فين؟ دخلوا. اتفضل يا فندم عشان مفيش وقت. اشوف وشك بخير يا حبيبتي، لو احتجتي لاي حاجه يبقى اتصلي بالشركه. حاضر، انا هكون موجود تحت امرك في اي وقت. ميرسي. في الحقيقه فايق ما يتوصاش ابدا. اشوف وشك بخير يا مدام سامي. اشوف وشك بخير يا فايق. مع السلامه. تروح وترجع لنا بالسلامة يا فندم. متشكر قوي يا فايق. مع السلامة. اتفضل يا فندم. بالذمة ده مش عارف منك ده، في واحدة يجيها سفرية زي دي وسيب جوزها يسافر لوحده؟ يا ماما أرجوكي بلاش كلام في السيرة دي. أنت طول عمرك كده ما تعرفيش مصلحتك فين، وراكبة دماغك وريد بالعدل. يا ماما كفاية بقى، ارحميني. يا ارحمي كده يا شيخة بلاش خيبة. هو ده اللي انا كنت خايف منه. ايه يا استاذ درويش؟ فايق يا سيدي ساب كتابه في قسم الدعايه ورجع مكتبه القديم مطرحك. يعني ايه؟ مفيش قرار طلع بكده. قرار؟ قرار ايه يا باشمهندس؟ الشركه رجعت فوضى زي الاول. لا يا عم درويش، مفيش حاجه هترجع تاني زي الاول، احنا ما كناش بنلعب. تحت امرك يا فندم. سامي يا هانم سيادتك تأمري وانا انفذ فورا. طلباتك كلها اوامر يا فندم. تحت امرك. لا يا فندم، انا نبهت على الاسطى ربيعه هيودي سيادتك الشغل ويجيبك في الوقت اللي سيادتك عايزاه. تحت امرك يا فندم. أؤمري. تحت امرك يا فندم، مع الف سلامه. والله زمان يا فايق بيه الشهاده لله. المكتب ما كانش لايق على حد غيرك. اطمن يا جعفر، كل حاجه هترجع زي الاول. على راي المثل، كل شيء وله أوان. أنت بتعمل إيه هنا يا أستاذ؟ بشار؟ أي خدمة يا باشمهندس؟ اتفضل يا أستاذ سيب المكتب ده، مكانك هناك في قسم الدعاية مش هنا. دي توصية خالد بيه. نعم؟ قبل ما يسافر قال لي أرجوك أرجوك يا فايق تاخد بالك من كل طلبات المدام. حتى يا فندم لسه متصله بيا من شويه، وحضرتك عارف ان مفيش تليفون مباشر في قسم الدعايه. خالد اللي طلب منك كده؟ بالفم المليان، وسيادتك مش مصدقني
اطلب مدام ساميه وانت تتاكد. قهوتك ساده يا باشمهندس. اتفضل استني. كتر خيرك يا استاذ ربيع. خد. شكرا يا فندم. احنا تعبناك معانا النهارده. تعبك راحه يا فندم. حجز سيادتك الساعه 4:30. الاستاذ فايق كان قال لي هيطلع معانا المطار النهارده، فانا قلت له ستي هاني ما بتقدرش اركب مع حد. طيب يا استاذ ربيع، كتر خيرك. يلا بسرعه والنبي يا ماما، عشان الحق نقطف الملوخيه. لازمته ايه ده كله؟ ده احنا عاملين شوي شويات. معلش، اصل خالد بيحبها قوي. بصراحة يا خالد بيه، الشغل مع حضرتك متعة. وما كانش كده مع عبد العظيم بيه؟ أنا أعرف إن أنت وفايق كنتوا دراعه اليمين. نعمل إيه؟ كنا مضطرين ننفذ كل اللي هو عاوزه. ما تتصورش قد إيه كان راجل فظيع. اللي يقوله هو اللي لازم يمشي. يمكن عشان كده كل الناس اللي كانت في الشركة فهمونا أنا وفايق غلط. أنا ملاحظ إنك بتدافعي قوي عن فايق. بكرة لما سيادتك هتجربه هتغير فكرتك عنه. أهلا. وحشيني قوي يا خالد. وحشتيني يا حبيبتي. أهلا. أهلا يا فايق. ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا ريتك كنتي معانا، كنت هتنبسطي قوي. ألف حمد لله على السلامة يا فندم. اتفضلوا يا فندم وأنا هحصلكم بشنط. اتفضلوا يا فندم. ها؟ يلا بينا. عليك يا خالد، ما تسألش عليا التليفون. معلش يا حبيبتي كنت مشغول، شغلي كان واخد كل وقتي غصب عني. هو فايق مش كان بيتصل بيكي؟ ايوه، والاستا ربيع ما خلانيش محتاجه حاجه خالص. ابن حلال قوي فايق ده. بس انا بكلمك عن الاستا ربيع. بقول لك ايه، ايه رايك لو نتعشى دلوقتي؟ انا عامله كل الاصناف اللي انت بتحبها، وعايزك تحكي لي انت عملت ايه هناك من طنطا لسلام عليكم. معلش حبيبتي مش هقدر، لاني بصراحه اتعشيت وانا في الطياره وبقالي يومين ما دقتش طعم النوم. يعني ايه؟ هتنام دلوقتي؟ معلش تعبان. كويس. لا 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 كده كويس قوي. طب التصميم اللي انا عملته اتنفذ؟ أنا حاجة أشوف. مع السلامة. طلع قرار النهاردة يا سيدي برجوع فايق وإلهام زي الأول. الظهر اللي بيقعد على الكرسي بينسى نفسه. يا ترى يا فندم سيادتك سمعت الخبر الجديد؟ خير. المهندس رفض يا فندم. ناوي يرشح روحه لمجلس الإدارة في المكان اللي فضي بتعيين سيادتك رئيس المجلس. إلهام، ابعتي لي المهندس رافت. غريبة انه ما جابليش سيرة. الحقيقة يا فندم باشمهندس رافت اتغير كتير قوي. ده أثناء سفر سيادتك في بلجيكا كان بيعمل حاجات أنا كنت بستغرب لها جدا يا فندم. وقول يعني أمال فين الصداقة اللي بينه وبين سيادتك؟ أهلا أهلا يا باشمهندس. خالد بيه مستنيك جوه، اتفضل. أهلا أهلا يا باشمهندس، اتفضل يا فندم. متشكر. حصل. يعني إن ما كنتش أنا أبعت لك ما تفكرش من نفسك تيجي تقول لصاحبك حمد لله على السلامة. تخونك العشرة. أنا عارف إن مسؤولياتك كترت، مش عايز أعطل سيادتك. تعطلني؟ بقى ده اسمه كلام؟ أنت نسيت إننا أصدقاء. ولا أنت رأيك إيه؟ واقف ليه ما تقعد؟ أنت عارف كويس قوي شعوري ناحيتك. طبعًا طبعًا.
تشرب ايه؟ متشكر قوي. متشكر قوي. تصوري الهام الباشمهندس رافت مش عايز يشرب حاجه عندنا؟ معقوله يا باشمهندس؟ ده انت في مكتب خالد بيه ابو الكرم. هجيب لك حاجه ساقعه. اللي يقعد هنا لازم يشرب الحاجه الساقعه. اتفضل. لا مش عايز حد يدخل علينا. حاضر. خير يا خالد بيه؟ ايه بيه دي؟ الظروف اتغيرت؟ انا دلوقتي مجرد موظف بيتكلم مع رئيس مجلس الإدارة. انا بلغني انك هترشح نفسك لانتخابات مجلس الإدارة. على الله ما كنتش اتسرعت وغلطت. لا ابدا، بس انا كان يهمني اعرفها منك بدل ما اعرفها من زمايلك. في دي بقى عندك حق، بس اعمل ايه؟ ما احنا دلوقتي خلاص ما بقناش نتقابل. لكن انت ايه اللي خلاك تفكر في موضوع زي ده؟ انا اسف، ما اقصدش طبعا اتدخل في شؤونك الخاصه، لكن يعني من باب الصداقه يهمني اني اعرف. اللي خلاني ارشح نفسي هو نفس السبب اللي خلاك ترشح نفسك في شهر يوليو اللي فات. أفهم من كده إنك بتقارني بعبد العظيم الدمنهوري؟ أنا بقارن نفسي بسيادتك، لأن متهيألي إحنا الاتنين كنا بنفكر بطريقة واحدة. على العموم أنت عارف إني بتمنى لك الخير دايما من كل قلبي. أنا عارف شعورك كويس أوي يا خالد بيه، بس مع الأسف لازم أمشي، أنا سايب شغل مهم أوي متعطل. طيب يا رافت، بس خليك دايما على اتصال بيا. ان شاء الله. عن اذنك. تحب سيادتك تقعد هنا ولا على البسين؟ اي مكان هادي. زي ما تحب. اتفضل. مين ده اللي صاحبها الهام؟ ده الرئيس الجديد. يخرب عقلها، هي مش غاويه غير رؤساء مجالس الاداره؟ ايه بقى؟ احنا جايين هنا نفكر في مشاكل الشغل ولا ننساها؟ احساسي بيقول لي ان رافت هيسبب لنا مشاكل كتيره. سيادتك ما تشغلش بالك خالص، انت تطمن ان شاء الله كل حاجه هتبقى اوكي. المهم انك تروق وما تفكرش وما تفكرش. ده ظريف قوي النادي ده. امال حضرتك مشترك في نادي ايه؟ مفيش. معقوله؟ على العموم تقدر تعتبر نفسك عضو في النادي هنا، وعضو عامل كمان. ايه حكايه النادي دي اللي كل يوم والتاني تتغدى فيه؟ انتي عارفه اني انا مضطر اعزم بعض العملاء من وقت للتاني، والبيت هنا زي ما انت شايفه صغير، زائد ان النادي بيقدم اكل كويس ورخيص. البركه في الهام هي اللي عضوه هناك. اه قول كده بقى، تبقى الهام هي اللي بتمشيك اليومين دول؟ ايه الكلام ده يا ساميه؟ الهام سكرتيرتي ومن واجبها انها تريحني، ده لولا هي ما كانوش قبلوا عضويتي. انا مش مبسوطه من اللي بيحصل ده. ليه يا ساميه؟ اشتراكنا في النادي هيديكي فرصه كويسه قوي ان انت تقضي فيه وقت فراغك. معنى كده انك هسيبني لوحدي؟ مين قال كده؟ الهام موجوده على طول هناك، تقدري تقعدي معاها وتقضي وقت ظريف جدا. بس انت اعتبريها صديقه، وانا واثق انك عمرك ما هتزهقي ابدا. انا احب اختار اصدقائي بنفسي، ولازم تعرف ان انا ما بحبش النوادي. بالعكس، انت لازم تبقي انسانه اجتماعيه، وما تنسيش ان مركز دلوقت بيفرض عليا اني اتعرف على الناس الكويسه، وبعدين اختلاطنا بالناس دي هيفيدنا كتير قوي. انت بتتغير بسرعه قوي خالد، انا مش عارفه انت ماشي في انهي طريقه. السلام عليكم. السلام. ارجع انت مكتبك يا فايق، انا هتكلم مع المهندس رافت شويه. ساعتها كنت هتلفها مظبوط. صباح الخير يا رافت. صباح النور. ازاي الحال؟ الحمد لله. بقول ايه؟ ما تيجي نقعد عندك في المكتب شويه نتكلم،
وتعزمني على فنجان قهوة. اتفضل. انها وظيفة حساسة وانا ما اقدرش اثق في حد غيرك. انا متشكر قوي على ثقتك فيا، بس مع الاسف انا بحب شغلي هنا في قسم التصميمات. يا اخي سيبك من المثالية العبيطة دي وخليك واقعي. بص لنفسك، مرتبك في الوظيفة الجديدة دي هيزيد، وكمان هتاخد عمولات على كل طلبية تنفذها. انت مش بتفكر تتجوز؟ أنا بفكر في حاجات كتيرة أوي أهم من الجواز. حاجات زي إيه؟ حاجات مش قادر أنساها، كنا بنحلم بيها سوا. فاكر مشروع العيادة الصحية؟ فاكر مشروع محو الأمية؟ أنا سبق وقلت لك إني فاكر كل حاجة. المشكلة مشكلة وقت وفلوس. أيوه بس دي حاجات مهمة. خالد بيه، متقبلش تأجيل. للأسف مفيش حد راضي يقدر المتاعب والمشاكل اللي بتواجه أي مسؤول. فاكرين ان في ايديه عصايه سحريه يقدر يحقق بيها اي شيء. انت جايبنا هنا عشان نقعد زي التماثيل كده؟ انا اسف يا حبيبتي، اصل موضوع رافت ده شاغلني قوي. رافت معاه حق في كل اللي بيعمله، هو ما غلطش في حاجه، ده شاب متفتح ومخلص ومن حقه انه يحلم، وحقه كمان انه يحقق احلام. يعني احلامه دي ما تتحققش غير في مجلس الاداره. هلو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بريهان صاحبتي. خالد بيه رئيس مجلس الاداره، مدام ساميه حرم. اتفضلوا. ميرسي. انا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. فين فين؟ ايوه في التلفزيون لما كنت حضرتك بتفتتح معرض جديد للشركه. ايوه صحيح. بصراحة لما إلهام قالت لي إن حضرتك رئيس مجلس الإدارة أنا استغربت وما صدقتش. ليه؟ مش باين عليا؟ أصلي دايماً بشوف رؤساء مجلس الإدارة ناس عواجيز ولهم كرش كبير. لا ده خالد بيه ضرب الرقم القياسي، ده أصغر رئيس مجلس إدارة. أنا عاوز أمشي، أنا عندي صداع. طب أجيب لك أسبرين؟ أظن أنا معايا في شنطتي. لا متشكرة، أنا أفضل إن أنا أروح البيت أستريح. اسفين يا جماعة، كان نفسنا نكمل القعدة الظريفة دي. ولا يهمك، الجايات أكتر. سلامتك يا مدام سامية. شكرا. يلا. بقى معقولة دي تبقى مرات رئيس مجلس الإدارة؟ مش معقول ليه؟ ما كل شيء في البلد دي اتقلب حاله، وبقول الأوباش دول هم اللي ماسكين كل حاجة. مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط. دي طريقه تعاملي بيها ناس محترمين؟ هو ده بقى الطبقه الراقيه اللي انت عايزني اتعلم منها؟ يظهر انك ما تعودتيش غير على وسط تاني من الناس. ما تجرحنيش يا خالد، انا ما قلتلكش ان انا من اسره ارستقراطيه، ولا كنت بلبس مايو بكيني، ولا كنت بلعب سكواش. انت كل ما في الامر انك بقيتي حساسه زياده عن اللزوم. عايزني اقعد اسمع واحده تافهه عماله تتغزل فيك وتقول لك انت اصغر رئيس مجلس اداره واسكت؟ أنا كرامتي كزوجة ما تسمحليش أبدا أشوف المسخرة دي بتحصل قدامي وأسكت أبدا. بطل الغيرة السخيفة بتاعتك دي، خلي عندك شوية ثقة بنفسك، ما تنسيش إنك بقيتي امرأة رئيس مجلس إدارة. خالص عن جو الشغل. معاك حق، انا كمان نفسي احس اننا ما زلنا اصدقاء. يا ريت يا خالد تبقى عارف ان اختلافنا في العمل هو مجرد اختلاف في الراي وملوش اي تاثير على صداقتنا. اتعشم ان ده يكون شعورك. تاكد ان شعوري دوت هو اللي جابني هنا النهارده.
في حاجات كتيرة انت بتعملها جايز قوي ما تكونش قاصد، لكن مع الأسف بتسيء إليك وبتحرجني أنا كصديق. حاجات زي إيه؟ في إشاعة مالية الشركة عن علاقتك بإلهام. الإشاعة دي أنت مصدرها، ده أسلوبك وأنا عارفه. عايز تسير العمال ضدي علشان تكسب أصواتهم في الانتخابات. ياه، للدرجة دي بتسيء الظن فيا؟ في صاحبك اللي طول عمره واقف جنبك ومؤمن بيك؟ ده مش مجرد ظن، دي حقيقة يا رافت، وأنا بيوصلني كل اللي بيدور بينك وبين العمال في الشركة. أنا عارف مين اللي بيوقع بيني وبينك، البطانة اللي حواليك واللي كانت قبل كده برضه حوالين المرحوم عبد العظيم بيت دمنهوري. مفيش حد بيوقع بيني وبينك، أنت اللي من يوم ما أنا بقيت رئيس مجلس إدارة وأنت بتحقد عليا زي ما تكون مستكتر عليا المنصب. لو كنت بحقد عليك زي ما بتقول أنا ما اسمحلكش تكلمني بالأسلوب ده، أنا محدش وصلني، أنا وصلت بمجهودي وكفاءتي. عن إذنك. الو؟ ايوه موجوده. ساميه؟ يا ساميه تليفون عشانك. مين اللي عايزك؟ مش عارفه. الو؟ ايوه مين حضرتك؟ اما انك سافله وقلت الادب. حبيبتي عارفة الشغل ما بيخلصش. ما بيخلصش فين؟ في الشركة ولا في النادي؟ نادي. بالعمارة كانت الهام بتشتغل معاك هناك. ايه ده بقى، انت بتراقبيني؟ ولا براقبك ولا حاجة، انا بس حاسة ان انا ما بقتش انفعك. انت محتاج لي واحدة تعرف تلعب سكواش، تتكلم لغات، واحدة تشرفك قدام الناس. احنا مش هنخلص من الاسطوانة دي. لا هنخلص، وبالطريقه كمان اللي تريحها، من غير شغشره ولا وجع دماغ. احنا لازم نتطلق. انت اتجننتي ليه بتقولي كده؟ انا بحبك يا ساميه، انت بس اللي مش قادره تفهميني. بالعكس، انا فاهمك كويس قوي. ده للاسف ما بقتش تحب غير نفسك، وانا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. احنا لازم نتطلق، ويا ريت الموضوع ده يتم النهارده. أنا عندي اقتراح يا خالد بيه، أنا شايفة إن أصحابك تعبانة شوية، إيه رأي حضرتك لو تقضي خميس وجمعة في اسكندرية؟ تفتكري؟ أصل فايق عنده شاليه جميل جدا في العجمي، إيه رأي سيادتك نروح كلنا هناك؟ الست دي فيلسوفة وفلسفتها هي فلسفة العصر. ده احنا بقينا بعد العصر. ايه وراك حاجة؟ اصلي مضطر اروح اشوف اختي في جليم. وهترجع امتى؟ مش هتأخر، على العموم انا محضر كل حاجة في التلاجة، والهام بقى طبخة شاطرة. حقيقي الهام شاطرة في كل حاجة. انا في رأيي إن جوزها خسر كتير لما طلقها. هي الحياة كده يا خالد بيه، واحد يطلق مراته يخسر كتير، واحد يطلق مراته يكسب كتير. المية بقت جنن يا خالد بيه، ودافية بشكل. قوم جرب واغسل همومك. ما بقاش عندي هموم عشان اغسلها. معاك حق، الدنيا ما تستحقش ان الواحد يزعل على حاجة. امال فايق فين؟ راح يزور اخته في جليم. يخرب عقله، ده ما بينساش واجباته ابدا. تلاقيك جعد. ابدا،
ده انا حتى لسه ما هضمتش الساندوتشات اللي كلناها في السكه. انا لازم ادوقك صنعة ايديا، وهتقول ان الهام دي احسن طباخ. بس اقوم اخش اخد دش انزل الملح، وهرجع لك بازازتين بيره ساقعه. يا ترى ايه اللي اخر فاي لحد دلوقتي؟ تلاقي اخته مسكت فيه عشان يبات عندها، اصل اخته بتحبه قوي. في الحقيقه مفيش اجمل من كده. اكيد بتحب المزيكا. هو في حد يكرهها؟ معرفش ارقص، وعمري ما حاولت اتعلم. انت سيب نفسك ليا وانا همشيك. اقولك سر. انا من اول مره شفتك فيها وانت عجباني. انا عارفه. لسه بتفكر في سامية؟ بعديكي ما اقدرش افكر في اي واحدة تانية. انا من اول مرة شفتك فيها وانا بتمنى اللحظة دي. وانا كمان، دي كانت امنية حياتي. بس انا دلوقتي خايف من فايق. فايق عمره ما هيفتكر حاجة، وحتى لو افتكر عمره ما هيفتح بقه بكلمة. فايق كتوم. بس انا اللي قلقني دلوقتي، انت هتعيش ازاي؟ مش عارف حقيقي. سامية سابت لي الشقة، لكن انا مش قادر ادخلها. بتفكرني بايام عايز انساها. انا حسب ما سمعت إن شقتك ما بقتش تناسبك خالص يا خالد. يعني أنت دلوقتي رئيس مجلس إدارة ولازم تعيش على مستوى. أنا ما أقدرش أخد شقة تانية. أنت عارفة إني ما عنديش غير مرتبي. الفلوس أمرها سهل، وأنت تقدر تكسب كتير من شغلك. قصدك إيه؟ أنا ما قبلش حاجة غلط. ومين يقبل حاجة غلط؟ مش في مكافآت وحوافز ولجان واجتماعات؟ ما تحملش انت هم، وسيب فايق هو اللي يدبر المسائل دي. فايق، أنا عايزك ترشح نفسك لمجلس الإدارة. فكرة هايلة يا خالد بيه. إحنا فعلا محتاجين لأصوات جوه المجلس. قلت يا فايق. وأنا أقدر أقول حاجة يا خالد بيه؟ طلباتك أوامر. لكن سيادتك تفتكر ممكن أنجح في الانتخابات؟ طبعا هتنجح. إيه إحنا بنلعب؟ أهلا يا شمطة. أهلا سعادة البيه. أهلا وسهلا. اتفضل. العفو يا سعادة البيه. اقعد يا شمر. خير يا بيه؟ انت عارف انا حماسي قد ايه للرياضة، وخصوصا الكورة.
والواقع ان انا من يوم ما مسكت الشركه وانا بفكر ازاي نكون فريق الكوره. جه الوقت اننا نبتدي نفكر هنكون هذا الفريق ازاي. هو لا مؤاخذه في انتخابات جديده ولا ايه يا سعاده البيه؟ انا عارف انت عايز تقول ايه، لكن اطمن المشروع المره دي هيبقى حقيقه. وانت عارف بقى خالد بيه يوعد ينفذ. ده كان لعيب كره قديم. ياه، ولا مؤاخذه كنت بتلعب فين يا كابتن خالد بيه؟ كنت في فريق المدرسه. المهم اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي يا كابتن شمطه، احنا مش هنكتفي بتكوين فريق للكوره، انا قررت ابني نادي كبير للشركه وهنبتدي في التنفيذ على طول بعد الانتخابات. ومن جهتي تقدر تطمن يا خالد بيه، كلنا هنقف ورا الاستاذ فايق في الانتخابات، وان شاء الله هيدخل المجلس. ده احنا حريفه قوي يا سعاده البيه. يا جماعه لازم تعرفوا ان احنا ما زلنا في مرحله تغيير. ممكن اتكلم يا باشمهندس؟ اتفضل. يا جماعه انا مع الحق، انا لا مع الفريق ده ولا ضد الفريق ده. ايام عبد العظيم بإلهي ما تعود كنت بتقولوا لنا احنا في مرحله تغيير. الانتخابات اللي فاتت قلت لنا احنا في مرحله تغيير، برضه الانتخابات دي جايين بتقولوا احنا في مرحله تغيير. امتى هنبقى في مرحله بنكمل فيها مش بنغير؟ لما الامور كلها تستقر وكل شيء يمشي مظبوط. من يوم الشركه ما قامت ومفيش حاجه ماشيه مظبوط بصراحه. يعني قبل ما نبتدي الاجتماع احب ارحب بالزميلين الجديدين، المهندس رأفت حسين والاستاذ فايق شاكر. طبعا هما في غنى عن التعريف بيهم، لانهم ما من شك من افضل ابناء هذه الشركه. اقرا لنا جدول الاعمال يا استاذ خليل. نمره واحد، الموافقه على صرف المكافئات التشجيعيه بحيث لا تتجاوز مرتب 3 اشهر. نمره 2، شراء الارض الخلاء المجاوره لمبنى الشركه وذلك لاقامه ملعب كره قدم مؤقتا لحين دراسه مشروع اقامه نادي العاملين بالشركه. امال فين بقيه المشروعات اللي طلبنا ضمها لجدول الاعمال؟ زي مشروع دار الحضانه ومحو الاميه والعياده الصحيه. اظن كلكم موافقين اننا ما نقدرش نناقش الموضوعات دي كلها في جلسه واحده. يبقى كان المفروض ان احنا نبتدي بالاهم. متهيألي المجلس باكمله هو اللي يحدد اهميه الموضوع، مش عضو واحد ولا اثنين. يعني عدم المؤاخذه، حكايه نادي الكوره دي اهم من مشروع الحضانه ولا العياده الصحيه؟ انا عارف. احنا مش ضد الرياضه، بالعكس احنا من اكبر مشجعيها ومقدريها، لكن بدل ما نصرف الفلوس اللي عندنا على مشروع مش هيستفيد منه غير قطاع محدود اللي هو لاعيبه الكوره وبس، انا بقول ممكن نوفر فلوسنا لمشاريع اهم وانفع للشركه. شراء الارض ضروري يا استاذ سالم، لان الشركه محتاجه لنادي. اديك شايف الناس عندنا بتتعب قد ايه، فعلى الاقل لازم نكافئهم بشيء من الترفيه. ازاي نرفع الناس لسه ما حلناش مشاكلهم الاجتماعيه والصحيه؟ ازاي؟ على العموم ناخد الاصوات على الاقتراحين. الاقتراح الاول بيقول اننا نكتفي بجدول الاعمال اللي موجود. الاقتراح الثاني بيقول اننا ممكن نغيره حسب الموضوعات اللي يختارها الساد الاعضاء. عظيم، اتفضل يا خالد بيه. اللي موافق على الاقتراح الاول يرفع ايده. 4. اللي موافق على الاقتراح الثاني يتفضل يرفع ايده. برضو 4. انا بضم صوتي للاقتراح الاول. صحتك. صحتك يا بنت. عملت ايه مع الراجل صاحب الارض؟ اطمن يا فندم، بكره هيكون عند سيادتك. اتفاهمت معاه على كل حاجه وجاهز. عظيم. بعد اذنك يا فندم، انا مضطر امشي، ورايا ميعاد مهم جدا. على فين؟ طبعا هتقول رايح لاختك. لا، بشرف المره دي رايح لامي. خلاص، ما دام حلفت بشرفك يبقى انت المره دي صادق. لا يا فندم، انا فايق. على اذنك يا فندم. مع السلامه. كاسك فاضي يعني؟ تعالي ندخل جوه.
أنا عايزة أكلمك في موضوع يا خالد، بس خايفة تزعل. موضوع إيه؟ أنت عارف إن الشقة دي بتاعة أخويا مش بتاعتي، وهيرجع من السفر بعد أسبوع، يعني مش هنقدر نتقابل هنا تاني. إحنا ممكن نتقابل في أي مكان تاني. مكان تاني؟ فين؟ افرض حد شافنا. بصراحة يا خالد أنا خايفة عليك، يعني أنت مهما كان راجل مسؤول ومركزك حساس، يعني طب هنعمل إيه؟ ما أنا كمان يا إلهام ما بقتش أقدر أستغنى عنك يوم. لو كنت حقيقي بتقول الكلام ده من قلبك يبقى تقدر تتصرف. قولي لي أنت الحل اللي يريحك وأنا أنفذه. ما تتصورش يا خالد أنا موقفي صعب قد إيه قدام أهلي، يعني لو كنت أنت فعلا بتحبني زي ما بتقول يبقى ما عندكش مانع تبقى علاقتنا رسمي قدام الناس. أتجوزك؟ شفت ازاي زعلت؟ يعني كلامك ما كانش من قلبك. ارجوك يا الهام ما تفهمنيش غلط، انا فعلا بحبك، لكن انت عارفه ان ظروف دلوقتي ما تسمحش اننا نتجوز. انت ناسيه اننا يلزمنا شقه وعفش. لو كده يبقى خلاص، فايق هيخلص موضوع الارض والفلوس اللي هتجيك تقدر توضب بيها نفسك. الخطه اللي قدامي شكلها جميل جدا، واضح طبعا ان هدفها هو الانتاج، لكن انا اعتراضي اساسا على نوعيه الانتاج. انا عايزكم كرؤساء للقطاعات تسالوا نفسكم احنا بنسعى لتحقيق اي نوع من انواع الانتاج؟ هل للانتاج اللي يستطيع اي انسان انه يقدر يدفع ثمنه؟ لو اننا بنفكر بالشكل ده يبقى احنا ما بنحققش الهدف الكبير اللي من اجله الدوله انشات الشركه. ولهذا انا عايزكم تبتدوا تفكروا تاني في تحقيق الانتاج اللي يوفر الاساس الشعبي. وسبق ان الباشمهندس رأفت قدم هذا الموضوع. ايوه المعلم هريدي صاحب الارض يا فندم عندي، وكان نفسه يقابل سعادتك. طبعا يا فندم اتكلمت معاه في كل التفاصيل. خليه ينتظرني 5 دقايق لحد ما اخلص مع الزملاء. أنا كل اللي يهمني هو المستهلك العادي. المستهلك ده لازم نوفر له الأساس الشعبي بالسعر المعقول والذوق الرفيع. الباشمهندس رأفت ممكن تقعدوا معاه، هو هيكلمكم بشكل مفصل في هذا الموضوع. أنا مستني منك الدراسة دي يا باشمهندس. حاضر يا فندم. أفتكر دلوقتي كل شيء أصبح واضح. شاكرين يا فندم، شاكرين يا فندم. أو الحمد لله. دلوقتي الشركة بقى لها هدف واضح ونبيل. نقوم بقى عشان ما نعطلش خالد بيه. اتفضل. ما قلتليش، ايه رأيك؟ تفتكري تمنها هيكون كام؟ المهم انها تكون عاجباك انت. بصراحة هي تهوس. شوف بقى، هعمل لك هنا أوضة مكتب وافرشهولك على زول. بس نعرف تمنها الأول. قولي يا ريس. أيوة شكرا. الشقة دي تمنها كام؟ 70,000 جنيه. 70,000 جنيه؟ بس ده مبلغ كبير قوي. ما هو احنا مش هنلاقي أرخص من كده على المستوى ده. أنا بقول نحجزها. ما أنت عارفة منين؟ طبعا، ما هو لو كان سالم مدير الشؤون القانونيه جهز عقد الارض كنت قبضت الفلوس، لكن باين عليه مش هيخلصوا السنه دي ابدا، وتلاقي رأفت هو اللي مسلطه.
اطمني، انا بكره هخلي سالم يخلص العقد باي طريقه، وبعد بكره هجيب المعلم صبحي يمضيه واجهز لك الفلوس. اهو كده انا فعلا اطمنت يا خالد انك بتحبني وعايز تتجوزني، علشان كده بقى ده انا هحضر لك الليله دي حته سهره، انما ايه تجنن. صباح الخير. اهلا يا رافت، اتفضل. يا ترى خلصت لي دراسه مشروع الاساس الشعبي؟ انا جاي النهارده عشان اتكلم معاك في موضوع تاني خالص. خير؟ انا عرفت من عم سالم انك انت خلاص قررت انك انت تشتري الارض اللي جنب الشركه عشان تنفذ عليها مشروع النادي. ايوه والكل عارف كده. يا ريت يا خالد تنسى كل الخلافات القديمه اللي بينا ونبتدي نتكلم من جديد. ما عندكش فكره انا كنت قد ايه فخور بيك وانت بتتكلم عن مشروع الاساس الشعبي الجديد. وعلى قد ما انا كنت فخور بيك على قد دلوقتي ما انا حزين. خالد صدقني في حاجات اهم بكتير قوي من مشروع النادي. هنرجع نتكلم تاني في الموضوع ده؟ ما انت عارف ان مجلس الاداره خد فيه قرار. انت عارف ان مجلس الاداره ما بيصدرش قراراته على اسس موضوعيه. ده مجلس ملوش اي شخصيه. انت نفسك ياما عانيت منه ايام ما كنت عضو فيه. شفت بنفسك ازاي المسائل كلها بتطبخ. ارجوك يا استاذ رافت انا ما اسمحلكش تهيني المجلس اللي انا اصبحت رئيسه دلوقتي. انت عارف كويس ان الاوضاع اتغيرت في الشركه. انا قصدي اقول ايه؟ ارجوك مش عايزك تقول حاجه. عيبك انك فاكر نفسك واصي على الشركه دي. لو سمحت خليك في شغلك وبس. انا اسف يا خالد بيه، بس احب افكر سيادتك ان اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ده برضه من صميم شغلي. عن اذنك. تبقى مستخسر فيا الشقه ومش عايز نزعل يا حبيبتي. الشقه بتاعتك حتى لو كانت باسمي. انت اصلك مش فاهمني، انت فاكرني طمعانة؟ انا عايزاك تكتب الشقة باسمي عشان خايفة عليك. خايفة عليا؟ خايفة عليا من ايه؟ يا خالد انا مش عايزة اي حد بعد كده يقول جاب تمنها منين. اسمعني بس، دلوقتي هم عارفين ان ما عندكش اي مصدر للفلوس غير مرتبك. انا بعيدة عن أي اتهام. بعدين لو سألوني أقدر أقول كان عندي شوية صيغة وبعتها. يعني لو كتبت الشقة باسمي ما حدش هيستجري يفتح بقه. خالد لازم تثق فيا. لازم تعرف إن أنا بعمل ده علشان مصلحتك. فعلاً. أنتِ معاكي حق. الاحتياط واجب. هو أنا بعمل ده علشان مين؟ مش علشانك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا باشمهندس. أهلا وسهلا. الأستاذ منير بطرس خبير ومتمن صيت ومال الدنيا. أهلا وسهلا يا أستاذ منير. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا ترى حضرتك رحت النهارده وعينت الأرض اللي جنب الشركة؟ أيوه. رحت أنا والقصر درويش الصبح وعينت الأرض بمحتوياتها. في رأي حضرتك كده يعني المتر يساوي كام؟ الأرض دي ما تساويش أكتر من 200,000 جنيه. ياه مش أكتر؟ لا مش أكتر. أيوه بس ده صاحبها طالب فيها 300,000. ما تساويش. ده بيقول إنها متطوحة وما تصلحش للمباني وهتبقى خسارة على الشال. شفت إزاي الراجل طصهم في الساعي؟ ومين اللي قال لك إنه طصهم؟ مش جايز متفقين على كل حاجة؟ إيه؟ قصدك إيه؟ قصدي اني مش مستريح يا استاذ درويش. العمليه ديت مش سليمه ابدا، خصوصا ان انا سمعت ان خالد عايز يدي عمليه النادي ديت لمهندس قريب الهام، ولما الاستاذ سالم مدير الشؤون القانونيه اعترض عليه وقال نعمل مناقصه زعل منه. معقول خالد يعمل كده؟ ده بقى ولع عظيم الدمنهوري. كل شيء بحسابه يا استاذ درويش. ايه اللي يخليك تقول كده؟ هل عندك خبره بالاراضي واتمنه؟ انا يا فندم استشرت خبير متمن تخصصه الاراضي، لما عين الارض قال لي انها ما تساويش اكتر من 200,000 جنيه. معنى كده ان في 100,000 جنيه اتدفعوا بدون وجه حق. لكن ايه اللي خلاك تفكر انك تستشير خبير في الموضوع ده؟ اصرار المهندس خالد على تنفيذ المشروع بتاع النادي، مع انه قبل كده ما كانش موافق. قبل كده امتى؟ قبل ما يبقى رئيس مجلس اداره الشركه.
وايه بقى حكايه المبلغ اللي اندفع في الارض؟ افهم من كده انكم بتطعنوني في شرفي ونزاهتي؟ مفيش حد في الشركه بيخاف على مصلحتها قدي. وهل من مصلحه الشركه انك تشتري ارض باكتر من ثمنها؟ الثمن ده مساله عرض وطلب، ثم اني حريص قبل تنفيذ اي مشروع اني اعرضه على مجلس الاداره، وكل التقارير ومحاضر الجلسات بتثبت كلامي. طب انت خدت موافقه مجلس الاداره على الثمن اللي اندفع في الارض؟ انا خدت موافقه على المشروع، اما النواحي الماديه دي فهي من اختصاصي انا والجهاز اللي بيشتغل معايا. خالد؟ ايه مالك؟ لا ابدا مفيش، بس مش متوقعه انك جاي دلوقتي. طب وايه المقابله السخيفه دي؟ طب طمني اخبار التحقيق ايه؟ اهو بياخدوا اقوال الشهود، الكلاب كلهم واقفين ضدي، بس مش هيقدروا يثبتوا على اي حاجه. اتفضل. بقول ايه يا خالد، انت عارف ان انا بخاف عليك قوي، عشان كده انا عايز اطلب منك حاجه، بس وحياتي ما تفهمنيش غلط. في ايه يا الهام؟ ما تتكلمي. يعني انا بقول بلاش اليومين دول تيجي هنا، انا بتكلم علشان مصلحتك، يعني كمان على بال ما التحقيق يخلص على خير. خايف على نفسك؟ شفت؟ مش قلت لك هتفهمني غلط؟ انا خايفه عليك، انا بعمل ده علشان مصلحتك. مش جايز في حد بيراقبنا ويكتشف علاقتنا وده ياثر في التحقيق، خصوصا ان اعدائك كتير قوي دلوقتي. فعلا اعدائي اصبحوا كتير، بس لازلت اقوى منهم وهتفضل اقوى منهم على طول. المهم دلوقتي تروح كده وتنام، لحسن باين على وشك انك تعبان قوي، بس وحياتي عندك ما تخليش حد يشوفك وانت خارج من العمارة. ايه اللي تعرفه عن موضوع المكتب الهندسي يا استاذ سالم؟ المهندس خالد طلب مني اعمل عقد لمكتب هندسي هو اختاره عشان يتولى عملية انشاء النادي. طبعا انا رفضت وحاولت اشرح له الاساس القانوني اللي ماشي عليه كل شركات القطاع العام في الحالات اللي زي دي. وايه هو الاساس القانوني؟ لازم في الاول تتعمل ممارسه لاكثر من مكتب هندسي، وبناء على هذه الممارسه بنختار احنا افضل الشروط واقل التكاليف. وهو كان رايه ايه في الموضوع ده؟ رفض، رفض واصر على موقفه، واتضح لنا بعد كده ان المكتب الهندسي اللي هو اختاره يملكه ابن عم السكرتيره الخصوصيه ليه. دي اتهامات مغرضه، أنا معرفش حاجة عن صلة القرابة دي. يعني جت بمحض الصدفة؟ كل شيء جايز. وإيه اللي خلاك ترفض الشكل القانوني اللي عرضه عليك مدير الشؤون القانونية؟ لأني ما أحبش الروتين وتضييع الوقت، ثم إني ما اخترتش المكتب الهندسي إلا لما سألت عنه في السوق وعرفت إيه المشروعات اللي قام بتنفيذها. طيب عندك أقوال تانية تحب تضيفها؟ أفتكر إن أنا قلت كل حاجة. ايه اللي بتهببه ده؟ اعمل لك يا اخي؟ الاحتياط واجب. ولا عايزاه يديني جيزه؟ امسك امسك. صحتك؟ لا غلط، صحتي ايه؟ في صحه خالد بيه. يخرب عليك ازاي؟ يا كلاب يا مجرمين! انت ازاي تخش كده من غير استئذان؟ مش تخبط؟ ده انا هشرب من دمكم. بلاش سوء ظن، احنا كنا قاعدين. اذا ما خرجتش دلوقتي انا هبلغ البوليس. انت عايز مننا ايه؟ حقيقة انا كنت مغفل لما صدقت واحدة سافلة وحقيرة زيك. نعم، مين فينا اللي سافل وحقير؟ مين اللي مد ايده وسرق؟ مين اللي ضحك على الناس بشوية شعارات يا صاحب المبادئ؟ بتمد ايدك عليا؟ بتمد ايدك على واحدة من اسيادك؟ ده انا يوم ما عرفتك كنت بتنازل واقلل من كرامتي،
اطلع بره قبل ما اطلب لك البوليس وخلي فضحتك بجلاجل بره. مستني عندك مفاتيح الشقه. بقى الصائد ده يتجرأ ويمد ايده عليا. ست ولا يهمك. قلم بشقه ب70,000 جنيه. امال اعمل ايه بقى؟ انا اللي خدت علقه بلوشي. الحمد لله غمة وانزاحت. شفتم؟ شفتم ضحك علينا ازاي؟ ده كان ميه من تحت تبني. الحمد لله الشركه نضفت منه. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. اخساره. انا عمري ما كنت افتكر ان نهايته هتبقى بالشكل ده. دايما المسؤول بيبتدي حياته بسيط لحد ما اللي حواليه ينفخوا فيه ويفهموا انه كل تصرفاته الغلط صح، وبمرور الوقت يصدقهم ويصدق نفسه، وهي دي المصيبه. اتفضل يا فندم. سعادتك تؤمر بأي حاجة؟ لا شكرا. انسانة قلبك كبير، يا ريت تقفي جنبي. ما تتصوريش انا محتاجك دلوقتي قد ايه. انت اتأخرت قوي يا خالد. سامية ارجوكي ما تقوليش كده. اسمعيني كويس، انا رحت لرئيس المؤسسه واتفقت معاه اقدم استقالتي ويحفظوا التحقيق. انا هاخدك ونسافر اي بلد تاني اشتغل هناك ونبتدي مع بعض من جديد. خلاص يا سمير؟ مؤاخذه. اعرفكم ببعض، المهندس خالد امين، الاستاذ كمال عبد الرؤوف زميلي في الشركه وخطيبي.